الحمد لله على السلامة. وفيها انت ربنا نجاك الحمد لله. عن اذنكم. ايه اللي انت عملته ده؟ انا مش فاهم انا وصلت لكده ازاي، بس كنت عايز انهي حياتي خلاص. انا مش مصدق، والله ما قادر اصدق. حسين رميتني خلاص يا عمر، مش عايز ترجع لي. كل الشهور اللي فاتت دي وانا بحاول ان ارضيها باي طريقه، مفيش فايده. تقوم تنتحر؟ تموت نفسك؟ انتوا خلاص سبتوا بعض، مش نهايه العالم يا اخي. جرب حظك مع واحده تانية، ده انت الف واحده تتمناك يا امجد. مش قادر يا عمر، مش قادر. الدنيا سودت في وشي. انت عارف حسين بالنسبه لي ايه؟ يا اخي ده انت اقرب واحد ليا، حس بيا. طب بس بس خلاص، ايه بقى بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. حسين عرفت. عليا انا مش قادره ادخل. ادخلي انت وانا هستناكي بره. لا طبعا ما ينفعش، اكيد انت عارفه هو عمل كده ايه، لازم تدخلي معايا لو سمحتي. ايوه. ما تعرفيش فين غرفه الاستاذ امجد عبد الرحيم؟ ايوه، في غرفه 311. شكرا. نعم يلا يلا. سلامتك، خضتنا عليك قوي على فكره. الله يسلمك يا علي. الحمد لله على سلامتك يا امك. حسين انا محتاج لك قوي. حسين كنت عايزك في كلمه بره من فضلك.